اكتسب زايد سمات الزعامة والقيادة السياسية والشخصية الفذة من قبيلته بنياس، اللي كانت بتتميز عن القبائل الأخرى بصفات كتيرة منها القيادة. على الرغم من إنها ما كانتش دايماً أقوى القبائل، لكن سلوك شيوخها خلاهم قادة لأربع قرون من الزمان. كما امتازت القبيلة بقدرتها الكبيرة على إنهاء وحل المشكلات والقتال والإصلاح بين القبائل، لأن كان عندهم إيمان على إن السلام يقدر يبني كتير. ابن خلدون عالم الاجتماع الشهير يرى إن أهل البادية هم أهل خير، لأنهم أقرب إلى الفطرة والشجاعة كمان، وأساس معيشتهم هو اللحمة والانتماء الاجتماعي لذويهم. كل دي صفات كفيلة إن يخرج من القبيلة دي قائد قادر على لم الشمل وتوحيد الأمة، وكاريزما خاصة تحظى بسمعة طيبة ونموذج يحتذى به في إدارة الحكم اللي تولاه بعد كده عام 1966 ليبدأ رحلة بناء الإمارة ودولة الاتحاد، دولة الإمارات العربية المتحدة. انتهت حلقة النهاردة، انتظروني في الحلقة اللي جاية.